أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أنا عايشة صح. أنا عايشة صح عشان حياتنا بإذن الله كلها تبقى صح. النهاردة هنتكلم عن الفاشن والستايل وكل ما يخص موديلات 2024 مع أستاذة جوليا جورج. أهلا بيكي، منورة الدنيا كلها. يعني بصي، أنا شفت ستايلاتك وشفت إن أنت حاجة كبيرة قوي في الفاشن، فقلت طبعا لازم أستضيفك، فعايزين نعرف المشاهدين بيكي. أنا جوليا جورج، بقالي 6 سنين شغالة في الفاشن. بحب اللبس قوي. جات لك الفكرة منين الأول؟ بصي، عندي صحابي كتير قوي لبسك حلو قوي وبياخدوا رأيي في يلبسوا ايه ويعملوا ايه ونحط ميك اب شكله ايه ونعمل شعرنا ازاي، فالفكرة جات لي من هنا بقى. جات لك من كده، فخصصوكوا فاشن وستايلست. انت هواية ولا دراسة؟ اصل في ناس بتبقى دارسة الحاجات لا دي. هواية. فاشن فنون تطبيقية. لا هواية اصلا. هواية. بقالك قد ايه حسيتي انت بتحبي الكارير ده واشتغلتي فيه؟ انت قلتي 6 سنين اشتغلتي فيه. بقالك قد ايه بيقولوا لك ان انت مثلا تخشي في الزون ده؟ من زمان قوي. من زمان. بقالي كان عندك كام سنة؟ في العشرينات بقى. من بدري قوي. طيب، كنت عايزة اعرف مني ايه احدث موديلات 2024؟ كده كده فريق الاعداد هيجهز لي الصور وصور الالوان وكل الموديلات. عايز اعرف منك بقى ايه احدث الموديلات 2024 واحدث الالوان عقبال ما هم يجهزوا الصور. بصي، طبعا السنه دي 24 كل الالوان طالعه ترند، الفوشيا والفسفوريك والبيج والابيض والاسود الاحمر. الفلوري بقى طالع كتير جدا. والله يعني كل الفلورين طالع موضة جدا. طب والستايلات بقى؟ الستايلات الطويل ولا القصير؟ القصير وكل حاجة. السوت طبعا طالعة مكسرة الدنيا. السكرتات. ممكن فريق الاعداد يجهز لي الصور بعد اذنكم؟ الفساتين الطويلة طالعة موضة جدا. الطويلة مش القصيرة. الطويلة الواسعة. طب الصور معانا على الهوا اهي، ممكن تشرحي لنا؟ ده انا بقى. ده انا عندي في المحل. دي الفساتين القصيره برضو. هي بصي الحاجات دي ما بتبطلش يعني. الاسود طبعا ملك الالوان. ملك الالوان اكيد. دي بقى بوري. بصي بقى، دي الراستا. الراستا دي بقى طالعه دلوقتي مكسره الدنيا. كل الناس في الساحل اللي شايفاهم. لان هي سهله جدا، بسيطه. مش بتضر الشعر. حلوه قوي في البحر والسفر ومريحه جدا ومش بتضر الشعر خالص. الوان كتير. كل الالوان. ايه الالوان اكتر حاجه السنه دي فيه؟ النبيتي طالع موضه جدا. والبلوند طبعا. البلوند ده على طول لما بيطلعش. بس النبيتي الاحدث السنه دي. النبيتي طالع حلو قوي. حلو قوي. وبيليق على معظم الوشوش يعني. دي ايه بقى؟ دي برضو راستا. دي برضو راستا. دي إيه؟ برضو راستا سودا. تنزلي بيها البحر وتنزلي بيها البول. مش بتضر الشعر. لا خالص خالص. انت شعرك بنعمله ضفاير كله، شعرك الطبيعي. وبنركب فيها الراستا. بصي دي كله راستا. ده ايه بقى ده؟ بصي بقى السكرتات الجلد دي طالعه موضه. جولد. والله. كل السكرتات الواسعه والفساتين الواسعه. دي الوان في بعض. الدريسات الحمراء طالعه موضه قوي. الاحمر احمر خارب الدنيا. ده الجامسوت. الجامسوت برضو طالع موضه قوي. ده جنزاري اللون ده؟ لا، اخضر غامق. ده كل ده من عندك في المحل؟ حلو قوي. ده ايه ممكن ده تقول؟ كاشميو. كاشميو بحر بقى. بينكيت. الاسكرتات بقى ساحل. روعة. بقى دي منقطه ولا؟ منقطه لونها اخضر. لا بصراحه ذوقك حلو قوي. انت اللي مختاره الموديلات دي بالطريقه الحلوه. انا اللي بختار وانا اللي بحط الالوان وايه ليق على ايه يعني التاتش بتاعك الاخير. طبعًا. انت اللي بتختاري. لازم ده بتختاريه على حسب الترند ولا انت بتختاريه عشان ده لا بصي انا عجبك. ما بمشيش مع الترند يعني ولا الموضه يعني. ماشي يعني البس حاجات نازله جديد وطالعه موضه، بس البس اللي يليق عليا. دي احسن حاجه يعني. حتى انا اصحابي لما بيجوا لي المحل لا، اللي هو لازم تلبسوا حاجه لايقه عليكم. وبعدين في حاجات كتير الناس بتاخدها بالشكل كده تقول لك لا دي وحشه. لا مش شكلها وحش، اما بتلبسها بتختلف تماما. صح، الحاجه في اللبس بتبان يعني. انا اقول لهم طب قيسوا، طب شوفوا يعني البسيها وشوفي. وفعلا لما بتلبسها بتنبهر بقى.
بس ف بيقولك عشان انت كمان في الحته. طب لو جات لك واحده صاحبتك وانت مش موجوده يعني بتكلمني في التليفون؟ اه ما تشتريش من غير ما انت لازم تكلمني في التليفون، اخد ايه، طب اعمل ايه، طب اطلع ايه. فطبعا بتنسقي لها الطقم على بعضه. لو هي صممت على حاجه مثلا وانت حاسه انها مش هتقع عليك، هقول لها، بتقولي لها. حتى الزباين العاديين مش صحابي بس، يعني اي زباين بيجي لا انا ممكن مثلا واحده مليانه شويه فمش لايق عليها اللي هي منقياه. كل حاجه واحد على حسب ما لايق عليه. طب تنصحي بقى البنات والستات ايه الحاجه اللي دايما المفروض حاجات اساسيه عندهم في الدولاب؟ بصي كل البيزك بقى، يعني ابيض، اسود، بيج، احمر، بيزك بادي ولا كل كارد حاجة ولا طبعا. شوز. لازم يبقى عندي سكيرت، لازم يبقى عندي سكارف، لازم يبقى عندي شميز. ما هو كل برضو مكان ليه لبس معين. طبعا. فلازم يكون عندي كل حاجة في دولابي. بتتكلمي ان الالوان دي لازم تكون عندنا منها في السكيرت وفي الشميز وكل وفي التوب. وكل الستايلات. يعني انا ما ينفعش مثلا يبقى عندي دريس بس، ما ينفعش يبقى عندي بنطلون بس، لازم يبقى عندي كل حاجة. كل مكان او كل مناسبة انا رايحاها هيبقى لها الطقم المناسب. طب البليزرات. طبعا. انا من عاشقة البلازرات. كل الالوان ولا ايه؟ ولا لازم حاجات معينه؟ يعني البيبي بلو حلوه قوي في البليزر، الترند السنه دي بجد. اصل انا من البلازرات السوداء دي بالنسبه لي، ما هو الاسود التقليدي بقى. يعني هو لازم يكون موجود بس هو تقليدي، انما الابيض طالع موضه. في بلازرات اورنج تحفه. طالع موضه السنه دي. انا كنت منزله طقم زي بدله كده اورنج فوشيا، دي تبقى حلوه. ده كان تحفه. بيركبوا مع بعض ماتشنج الاورنج مع الفوشيا. حلو جدا جدا. لانه مش من درجات بعض لا خالص. لا بس كان طالع ترند قوي كمان السنه اللي فاتت. السنه دي بقى مستمر. لسه موجود معانا. ده حلو قوي الالوان اللي هي مترقعه دي صيفي. لان الغوامق بتعتبر شتوي شويه. طب ازاي بقى بختار الميك اب مع اللبس والطقم؟ اتكلم عن الميك اب شويه. بصي يعني انا بحب في ناس ما بتعرفش تحط ميك اب، في ناس ما بتعرفش تطقم الميك اب مع، يعني تظبط الميك اب مع طقمها، ايه بقى نعمل؟ بصي هو برده مش حسب الطقم، حسب ايه اللي هيليق على وش. يعني في ناس مثلا هي وشها مش محتاج ميك اب كتير، مش محتاج مثلا تحط روج فوشيا، روج احمر. يعني انا من عشاق النود، انا بحب الحاجات الرقيقه الهادي. ما شاء الله الميك اب بتاعك برده هادي وجميل. فهو جميل. النود سمت. بقى بيليق على كل الوشوش. والله. وبيديكي شكل حلو ولوك حلو. طب ايه مثلا الاحدث لون ترندي في الروج السنه دي؟ فوشيا طبعا. الفوشيا. فوشيا. رقم واحد. مش بحبه بس هو ترندي قوي. المط ولا اللي هو اللي بلاس شويه؟ المط. طب بالنسبه للناس في الساحل عادي بينزلوا فيه البسين؟ طبعا في حاجات دلوقتي ووتر بروف بقى، خلاص هي ثابته معاكي من اول اليوم لاخر اليوم. تفضل موجوده. في ماركه معينه تنصحيهم بيها؟ لا يعني بصي في طبعا حاجات نظيفه قوي موجوده في السوق يعني. طب يعني لو في ميك اب مثلا مش ماركه او كده، هل بيضر البشره؟ بصي هقول لك على حسب المكان اللي انت هتجيبي منه. يعني انا في اماكن بجيبها حاجات مش غاليه خالص، مش اوفر يعني. طبعا عشان ساعات الناس بتبقى عايزه حاجات باسعار كويسه. والحاجه حلوه، ماتيريال نظيفه ومش بتضر البشره بس دي حاجة مش اساسيات. يعني انا ما اقدرش مثلا احط كونسيلر او فاونديشن حاجه مش براند. مش براند طبعا. انما روج بقى، البلاشر، الحاجات البسيطه دي ممكن نجيبها باسعار بالزبط. كويسه، مش ضروري براند. طب ايه رايك بقى بما ان انت خبيره في مجال اللبس في البيع اللبس عن طريق الاونلاين؟ ما حبذوش خالص. ليه بقى؟ بصي مع ان انا ما بحبوش، انا كان بدايتي اونلاين بس حصل لي مشاكل كتير. يعني هي دلوقتي طلبت، راح المندوب عندها لقت الحاجه مثلا مش مقاسه، او لقت الصوره مش موضحه لها القماشه شكلها ايه او الماتيريال شكلها ايه. فطبعا هي اتضايقت. فالحاجه بترجع. فانا ولا انا هي استفدت ولا هي استفدت. ولا استفدت هي بس جابت حاجه مش زي ما في الصوره بالزبط. وبترجع تقول لك لا مش زيها، وبتدفع فلوس المندوب، فبتحصل مشاكل بقى. مشاكل. ونبتدي بقى نخسر الناس. عن طريق ان انا لما فتحت المحل، لا تعالي بقى نوريني، اتفرجي، شوفي القماشه، شوفي هي هتليق عليكي ولا لا، الستايل ده ممكن انت تلبسيه ما يكونش لايق عليكي. يعني انت شفتيني وانا بعرضه او انا لابساه. هي لازم تقيسه وتخش الفيتنج روم عشان نعرف هو لايق عليها. ممكن القماشه مثلا ما تعجبهاش تبقى غير الصوره. اه رغم ان انا بوضح، يعني في الاونلاين كنت بوضح كل حاجه،
بس برضو هي بس برضو مش هو ده اللي في خيالها. تلبسه ما يبقاش بتبين دفوهاتها، ما في حاجات تشوفيها حلوه على حد، تشوفيها حلوه في صوره بس حد يلبسها عايزه بتبين اقول لك حتى الاونلاين في كل حاجه، يعني مش في المجال ده بس، مش مجال في كل اللبس حاجه. يعني هو مش فكره لذيذه. طب بنختار ازاي الاماكن اللي بنشتري منها لبسنا؟ ده موضوع كبير عايزين نتكلم. هقول لك بقى، بما اني بقالي 6 سنين انا بشتغل باله اصل استيراد ستوكات، اوكي، بيطلع لي كل البراندات دلوقتي. احنا بتختاروها انت دلوقتي رايحه تجيبي باله ستوب، بتاخديها كده على بعضها لا. ولا بتطلبي ايه الموضوع بصي ده؟ بصي يعني انا اعرف ناس عايزين شرحوا باستفاضه بعد اذنك. بيروحوا يشتروا الباله وخلاص، ده مش صح، لان هي الباله دي انواع، في نوع رخيص جدا وفي نوع غالي جدا، في كريم، في سوبر كريم، في حاجات عاليه قوي. اللي هي الارخص حاجه دي بيطلع لك بقى حاجات ملبوسه، حاجات مستعمله، حاجات مش بالتاكت، مش براندات. بس ف يعني نختار اعلى حاجه، بيطلع لي بقى كل البراندات، اتش اند ام، زارا، كل حاجه، حاجات معظمها بالتاكت نظيفه والله. اصلا في الشنط ولا اللبس بس؟ كل حاجه. اصل انا يعني بشوف شنط. حاجات على السوشيال ميديا، براندات في كل حاجه. حاجه في شنط، في شوزات، في لبس، في كل حاجه. يعني بيبقى فيه في الشنط، بيبقى فيه في الشوزات. انت بيجي لك هي مثلا راح تاخدي باله، راح تاخدي ستوك، بتبقى فيها جوه الباله نفسها شنط؟ لا بتاخديها. لا، هي الباله انت حسب ما تكوني جايباها، يعني انت هتجيبي باله مثلا شنط بس، او باله هدوم بس اصلا. عشان كده بيبقى فيه محلات جزم، في محلات مش بتلاقوا مثلا مش كله على بعض. ايه اكتر براند ممكن انت بتفتحي بتلاقيه؟ اللي بنبهر بيه زارا. زارا، لان ساعات بيطلع لي حاجات بالتاكت، بالسيريال نمبر، بكل حاجه زي في التوكيل بالظبط. بتبقى قوي موديل السنه اللي فاتت مثلا؟ لا، يعني انا عايزه اعرف بقى السنه دي جايبه زارا، مش ممكن، كانك دخلتي زارا. أوه. وطبعا هتجيبي بقى باسعار مختلفه. اسعار مختلفه تماما تماما. طب ايه موضوع ان في حاجات بالستوك بالكيلو كده؟ بصي، هو الكيلو انا ما انصحش بيه قوي. انت ما بتعمليش كده؟ ساعات وساعات، ساعات وساعات. ساعات اما ببقى عايزه اعمل اوفرز بقى وابسط زبايني، يعني نعمل موضوع الكيلو ده. اصلا ليه ما بتنصحيش بيه؟ لان هو في حاجات بتبقى تقيله جدا، يعني انت ممكن تنقي دريس يعمل 3 كيلو مثلا، حاجه تقيله، ممكن سواري مثلا، ممكن تنقي تي شيرت مثلا يبقى براند جامده قوي يبقى باي كلام. فاهمه؟ ممكن في ظلم بيحصل شويه، مفيش عدل في موضوع. لان ممكن ممكن تيشيرت يبقى، لا يعني ساعات بيطلع لي حاجات اديداس هو براند وحاجه كبيره وسعره طبعا مش بكده خالص، وعلى الميزان مش وازن، ودريس حاجه تقيله تدفع. طب ما تاخده هي ممكن برقم تاخد التيشيرت ب 30 جنيه توصل للدرجه دي. فانا اللي بتظلم. انا اللي بتظلم يعني. لا دي حاجه تحرق الدم من يعني الظلم. بس انا اديكي تيشيرت مثلا اديداس ولا نايكي ب 30 جنيه انا بزعل بصراحه. بتتضايقي؟ كنت بعمله بس بصراحه يعني مش بطلته دلوقتي. في ناس كتير بتشتغل كده بس في يعني كدا. ولا بدات الدنيا اقل شويه بيبقى في بس مغالين بقى الكيلوهات والله. اسعار اصلا الكيلوهات دي مثلا ما كانت عندك كانت بتبدا بكام؟ بصي، من ساعه ما ابتديت يعني احنا ما كناش بنعدي ال 500 جنيه، دلوقتي معديه الالافات. يا خبر ابيض. يعني انت بقى ممكن تروحي تاخدي قطعتين ب 1000 ونص و2000 اصلا. فعشان كده انا ما بحبش لا خالص موضوع الكيلو. لا كده صح كده اللي حضرتك بتقوليه كده اظبط حاجه. طب لو احنا بقى دلوقتي في ناس جسمها مظبوط وفي ناس رفيعه وفي ناس مليانه، ما هي دي وبيروح المشكلة مثلا هي تلاقي حاجه على بنت رفيعه حلوه قوي عايزه تجيب زيها. طب ازاي ما هتبين دفاتك؟ فاحنا دلوقتي عايزين منك تقولي لنا مثلا الواحده اللي جسمها رفيع تلبس ايه تفصيلا، والواحده المليانه تلبس ايه، كانك بتشرحي لهم بالظبط. الرفيعه الاول. بصي، انا رفيعه بفضل ان هي تلبس حاجات واسعه اصلا، اسكرتات بقى واسعه، فساتين نازله على واسع كده تديها طول وتديها، فاهمه، تبقى مليانه شويه. طب والجينسات عليها؟ لا، الجينسات حلوه طبعا، الجينسات حلوه مع الاثنين. مع الاثنين يعني الجينس بتقولي يعني مثلا الوايت ليج انا ما انصحش بيه للتخان المليانين شويه. اشمعنى؟ لان هو بيدخن. بيبين. يعني الجينس احسن بالظبط. المليانين بقى الفساتين. طب نتكلم الاول عن الرفيعه. احنا اتكلمنا على الستايلات، عايزين نتكلم على التفصيله، على الالوان، على النقشات، فتحات
الفاتح، حاجات فواتح. فواتح لان الفواتح هي اصلا بت بتتخن بتتخن وبتنور، فبتبين. فهي لما تلبس فواتح وهي رفيعه هتبان لا مظبوطه. يعني مثلا انا ما احبش الرفيعين اللي يلبسوا اسود. هم ناقصين. هو اصلا الاسود بيخسس، بيلم الدنيا. فلا، طب انت ليه تلبسي اسود؟ بس الفواتح بقى، الفوشيات الابيض، البيج، البينك، الحاجات الفاتحه دي بتظبط الدنيا. في نقشات معينه كل بقى الورد بقى، ورد بقى ومنقط، وما هي كده كده جسمها مظبوط. فالحاجات دي هتبقى شكلها حلو عليها. غير بقى المليان، المليانه بقى تلبس يعني الوان ايه وستايلات ايه ونقشات ايه بعد اذنك؟ غوامه بقى، نلبس بقى اسود، بني، كحلي، زيتي، كل الحاجات اللي في فوشيات غامقه. يعني في الوان برضو فواتح بس غامقه، موفات غامقه، فوشيات مكتوبه بيتي، مقلم بقى بالطول. المقلم بقى بالطول، المقلم بالعرض ده بصي بيتخن جدا، لكن بالطول كويس. بالطول حلو قوي، بالطول بيظبط. خليهم يا اما ساده يا اما بالطول. الفوليري مع المليانين برضو بيودي في حته ثانيه. لا مش حلو. دول رفيعين. الستان، دي اول مره اعرف عن المعلومه. الستان على المليانين برضو مش حلو. مش حلو. عشان طبعا بيبقى ناعم فبيبين برضو لو في دفعات. طب ايه الاقمشه الترندي؟ الستان طالع موضه جدا جدا. ما فيش ستان اكتر من كل كده. الستان دي طالعه موضه قوي بكل الوانها. كل حاجه. هو الحرير هو الستان؟ لا مختلف. طب الحرير ايه السنين؟ الحرير ما بيبطلش. الحرير هو الشيفون؟ انا مش عارفه. لا برضو. يعني الحرير حاجه والستان حاجه والشيفون الحرير حاجه. الحرير ما بيبطلش خالص في كل حاجه. الشيفونات السنه دي كشف ميو بقى برضه. كله شيفون. طب بالنسبه بقى عايزين نتكلم عن البواريك. احنا اتكلمنا عن الراس. البواريك بقى في الصيف والطويله والقصيره، كلمينا شويه عنها. انا شخصيا بحب البواريك جدا. وهي الموضوع اصلا دلوقتي بقى دارج في كل حته، سواء هي شعرها كويس او هي شعرها مش كويس، الموضوع بقى موضه برضه زيه زي اللبس بالظبط. والله يعني هي مريحه، انت مش محتاجه تنزلي تعملي شعرك ولا محتاجه تقعدي تهلكي. ده بنعمل شعرنا وبنهلكه قبل ما نوصل يبقى خلاص بقى ميه. احنا فيه دلوقتي. فطبعا انا اجيب الباروكه احطها رايحه فرح، رايحه مناسبه، رايحه عيد ميلاد، رايحه شغل، نازله بالليل، رايحه البحر، فهي مريحه جدا. طب السنه دي ايه قالوا احدث الوانها وستايل البواريك الموضة؟ كله طالع موضه، القصير طالع موضه، الطويل طالع موضه، كل واحد على حسب وشه. كيرلي طبعا. والالوان انا قلت لك بقى حته الموضه دي. يعني والالوان اللي يليق عليكي. بس في ناس بتحب الترند بس ما بيبقاش لايق عليها. دي مظبوط. يعني لازم انا نلبس. مثلا واحده وشها تخين قوي مثلا ما ينفعش تعمل شعرها كيرلي قوي او تجيب باروكه كيرلي قوي. حسب الفيس نفسه. انت كده بتضخمي وشك قوي، بتكبري ملامحك. طب القصيره تليق على مين؟ الوش المدور. المدور. لما يكون الوش مدور القصيره تبقى تحفه. الوش الطويل ناخد الطويله. حلو قوي. وحسب طبعا الالوان. طبعا بلون. طبعا ما ممكن بس الاسود والبني لا غبار عليه. ما بيبطلوش دول خالص. دي حاجه موجوده على طول. طب الناس اللي طالعه الساحل عايزين بقى شويه نصايح كده من لبس لكاشات لمايوهات لبواريك. هتاخد كل الحاجات دي معايا. كل الحاجات دي معايا هتاخد. طبعا الشعر هناك بيبوظ من الكولور. مفيش غنى عن الباروكه ومراحيل. الشمس اللي احنا فيها دلوقتي دي بتدمر الشعر. هو بس انت وقفي 5 دقايق تحت الشمس كده شعرك بوظ. يعني الجو كمان هنا صعب قوي. بس الجو بقى خليجي شويه. تلبسي الباروكه هي برضه مش هتضر. انت هتروحي تعمليها بحمام كريم وخلاص الدنيا بقت كويسه وشلتيها وهتقعد معاكي كتير جدا. بس طيب المايوهات البوركيني او اللي احنا بنقول عليها المايوهات الشرعي ايه الموضه السنه دي الوان؟ لا البوركيني طالع بقى الوان حلوه قوي. كل الفوشيات في اللبني. الفوشيات في اللبني. الكاشات شيفونات. شيفونات طبعا. الدريسات الطويل. انا قلت لك الطويل طالع موضه قوي. ده بالنسبه بقى يعني فوق. اقصد ان اللي رايحين من غير مايوهات لابوركيني وبتاع ينزلوا بالليل دريسات سواء محجبات. يعني المحجبات برضو ليهم دريسات بكم وكده كله شيكه وجميله. كله ياخد معاه دريسات وبقى مايوهات وعلى. طب بالنسبه للاكسسوارز الاكسسوارات ايه السنه دي في المصايف وفي الصيف؟ بصي بقى في طالع حلقان كبيره دي طالعه موضه جدا. جولد ولا سيلفر؟ لا الوان.
الوان الوان طالع منها اشكال فظيعه يعني، طالعه حلوه قوي وكبيره جدا، لو تلبسي الحلق كبير كده ده طالع حلو قوي. ده طالما والسناسل بقى كل. انا بفضل يعني اصبوسي انا هلبس حلق كبير قوي ما ينفعش البس معاه سلسله اصلا، يعني هو ممكن حاجه سيمبل بس هو بلاش. يعني عارفه هو الحلق بيبقى طاغي على كل حاجه، هو طاغي على شعرك وطاغي على وشك وطاغي على السلسله، فهو هو منور لوحده. طب وبالنسبه للخواتم في حاجات جديده؟ بصي طبعا كل الحاجات اللي طالع فيها جولد او سيلفر فيها فصوص الوان دي طالعه موضه قوي. البريسنج السنه دي موضه ولا الدنيا هدي شويه؟ لا ما بيبطلش طبعا. يعني كل اللي عايز بريسنج شغال. طبعا. طيب تنصحي المشاهدين بايه واحنا على الهواء؟ شويه نصايح بقى كده سحل وخروج ودخول وافراح وكل حاجه. زي ما قلت لك في الاول يعني انا البس الحاجه اللي تليق عليا، انا ما امشيش ورا الموضه. ماشي اوكي همشي ورا الموضه بس برضو هجيب الحاجه اللي تليق عليا، ما اروحش اجيب حاجه هي مخليه شكلي وحش او مبوظه جسمي. اروح اجيب حاجات وحاجات انا محتاجاها. طبعا انا عارفه ان احنا لما بنيجي نسافر بناخد 9 شنط واحنا مسافرين رايحين سنه، بس فلا نرتب حاجتنا يعني ناخد فستان طويل، ناخد سكيرت، ناخد توبات بيزك عاديه ما فيهاش اي حاجه. باروكه طبعا اهم دي حاجه، اهم شيء في الموضوع. انا النهارده مبسوطه جدا باللقاء معاكي، يعني بصراحه امتعت المشاهدين والفقره اللي بيحبها البنات والستات كانت النهارده اهم فقره بالنسبه لهم. فطبعا انا مبسوطه باللقاء معاكي، وطبعا لينا لقاءات تاني أكيد. كتير مع أكيد بعض طبعًا. دي مش اول مره، احنا كل ما يكون في حاجه جديده وترند استاذه جوليا معايا طبعا. اعزائي المشاهدين طبعا بشكركم على حسن متابعتكم برنامج عنايه شخصيه، استنوني الجمعه اللي جايه.